حارس هشام النصيف إذن ضربت مرمى في الاثنين إنسان تنفذ بأقدام ياسين بقي بقي نفذ الكرة طويلة نحو الأمام لكن تدخلت الهداف داخل المدافع رقم خمسة من فريق الريال المدافع هاني طاهين تغادر الكرة في الملعب ضربة ثانية زاوية في نفس فترتنا لكن حكم اللقاء سيد خالد بوغودي يأمر بإعادة تنفيذ الزاوية مرة أخرى لأن أرسلت بشكل خاطئ إذا ننتظر أن نتابع الزاوية تنفذ لكن مرة أخرى إذا نتمنى من هؤلاء البراعم الصغار الالتزام بالقوانين وتقديم مقابلة جيدة لأن ستنفذ زاوية لفريق البارسا مرة أخرى ستنفذ للمرة الثالثة على التوالي تنفذ زاوية طويلة نحن مرة أخرى من الفرصة لكن قبل شيء مالك هذا قرية الملعب إذا نعيش دقيقة أولى من هذا اللقاء وهي المباراة الافتتاحية تتكرر من طرف الهدف سواء لفريق البارسا او لفريق الريال في هذه الاثناء التماس هذا لا يتبقي تنفذ الكرة طويلة نحن ربنا من الفرصة فرصة لفريق البارسا اذا نشد لاعب يونس صديقي ان يغالط الحارس حارس مرمى فريق الريال السيد البكري مرة اخرى زاوية لفريق البارسا رأسية جميلة من طرف اللاعب يونس صديقي اذا تغطى واجب لفريق البارسا في الدقائق الاولى لهذا اللقاء بالجم والكسب له الامام لكن يتدخل الدفاع تبعد الكره من طرف اخرى من عميد فريق الريال تماس تنفذ لفريق البارسا التمريرات بيني وبين لاعبي فريق البارسا اذا تعلق واضح في بدايه هذه المقابله لحارس مرمى فريق الريال محمد بكرين اذا الزاويه وفرص تتوالى فرص تتوالى على حارس مرمى فريق الريال بكرين تنفذ في الاثناء زاويه مره اخرى اذا الزاويه الرابعه في هذه المقابله ونحن نعيش الدقائق الاولى في اللقاء ستنفذ الزاويه طويله احمر بلا فرصه لكن طويله شيئا ما لتغادر ارضيه الملعب وتبقى نتيجة على حالها دائما ضياع صفر مقابل صفر جانا بناء الهجمة لفريق الريال تمريرة في وسط الميدان عند لاعب الساروت لكن تبعد من طرف وحكم المقابلة السيد خالد توبودي من التماس على فريق الريال تنفذ التماس في الركنة ويكون الحكم أصبح على فريق الريال سامي حراوة يستعد لتنفيذ الكرة خطيرة تسديدة لكن بعيدة شيئا مع دفاع حارس مرمى فريق البارسا هشام نافي وتبقى النتيجة على حالها دائما البياض صفر مقابل صفر إذا في هذا الأثناء كما عينا الدقائق الأولى من هذا المقابلة إذا متوسطة شيئا ما كرة في دفاع تلو الأخرى هذا الأثناء ضربة مرمى لفريق البارسا تنفذ طويلة نحو الأمام هذا لا يتجمع محاولة التسديد نحو الحارس إذا نطارد عبر الصغار إذا ونركز شيئا ما يلعب الكرة وهذه لكي يمتع هؤلاء الحاضرين هنا في ملعب مدرسة الزيتون كما قلت أشكر جمعية
جميع الشباب ومواهب مدينة الدبلوم الذي تنظم هذا الدوري الدوري حجيل كما قلت هذا مدى كان يبقى نفاحا وكبر وهذه يعني الحقولة تحب الكرة مجددا تقعد الحرب من الأرض الناس دون فضي طريق البرصة تمريرة وقفة ودانة كورة يتدلعب يبقي كنت يريد الكورة مع أخرى إلى اللعبة محاولة فرصة لطريق البرصة لكن حمزة الجمال Thank you.
Thank you.